السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي كيف بنجيب الإكويشن للستريت لاين. أكيد مثل ما بنعرف الإكويشن للستريت لاين، إذا كان عندي ستريت لاين فور إكزامبل خلينا نسميه دي، هذا الستريت لاين دي ممكن تكون إكويشن بهذا الشكل. أكيد لا أكتب الإكويشن، بحط اسمه اللي هو دي between two parentheses وبحط two points وبكتب الإكويشن. أول نوع من الإكويشن هو اللي ممكن يكون عندنا y equal ax plus b بهذا الشكل، وأكيد مثل ما بنعرف إنه ال a اللي هي الرقم المضروب بال x هو السلوب، وال b اللي هو y intercept. هذا أول شكل من الإكويشنز اللي بنعرفه. تاني شكل ممكن يكون عندي for example خط اسمه d. الإكويشن اللي عنده هي y equal ax بس، يعني ما في عندي y intercept. أكيد بطبيعة الحال هون السلوب هي a، ولكن بس تكون ال y intercept هي 0، يعني ما في عندي plus b plus ram، فهذا الخط فيني أقول عنه إنه هو passing through the origin. هذا الخط بيمرق بالأوريجين، الأوريجين يعني هي ال point O اللي عند ال coordinates 0 0، بس تكون ال equation y equal ax، يعني ما في عندي y intercept. أكيد الخط الثالث for example خلينا ناخذ نفس التسمية اللي هي دي، إذا كان عندي y equal b يعني y equal رقم، for example إذا عندي خط ال equation اللي له y equal 3 for example، هذا الخط بعرف عنه حالة particular، أكيد هون السلوب هو زيرو ما في سلوب بس عندي y intercept. بعرف عن هذا الخط إنه هو parallel to x prime or x، بما إنه الإكويشن لإله y equal رقم يعني هو parallel على x prime or x. بينما لو كان عندي d for example بهذا الشكل x equal k x equal رقم، مثلا عندي خط الإكويشن لإله x equal minus 4، فإذا هذا الخط بعرف عنه إنه هو parallel to y prime o y، يعني إذا الـ equation لإله x equal رقم يعني هو parallel على y axis، إذا الـ equation لإله y equal رقم يعني هو parallel على الـ x axis بهذا الشكل. هلأ منبلش بأول rule، أول طريقة شو ممكن انسأل لجيب equation لـ straight line. أول رول رح نشتغلها من خلال application، بس يقول لي بالسؤال for example find the equation of a straight line. كمان رح نعتمد التسمية اللي هي دي، عم بقول لي انه هذا straight line passing through two points، وعطيني هودي two points بهذا الشكل. فإذا بدي جيب equation لستريت لاين، هذا الستريت لاين اسمه دي، مارق بنقطتين، النقطتين هن ال A وال B بهذا الشكل. شو هي طريقة الحل هون وكيف بجيب الإكويشن لهذا الستريت لاين؟ أول شيء نحن بنعرف إنه الخط دي الإكويشن الستاندرد هي y equal a x plus b، ودائما بيعتمد هيدي الطريقة. ممكن تطلع بعدين ال b equal 0، بتضل بس y equal ax، ممكن تكون حالة particular هلأ بنحكي عنه، ولكن هذا النموذج اللي أنا بعتمده. أول شيء بدي أعمله بدي أحسب السلوب، بعدين بحسب ال y intercept، لأنه أنا لجيب ال equation يعني بدي أحسب قديش ال a وبدي أحسب قديش ال b، هذا اللي بدي أحسبه. طالما هذا الخط عم يقول لي إنه مارق بنقطتين فبدي أطبق هيدي الرول. الرول بتقول لي إنه السلوب اللي هي a لهذا الخط اللي اسمه دي، يعني the slope of the straight line دي بتساوي،
هيدي الرول to be memorized بتساوي y b minus y a over x b minus x a. هيدي الرول للحفظ equal والباقي تعويض أرقام. طيب y b وين هيدي ال y للبي وهيدي ال x للبي وهيدي عندي ال y للأ وهيدي عندي ال x للأ. خليني أطبق القاعدة y b يعني 7 minus y للأ يعني 5 على x للبي اللي هي 5 minus x للأ اللي هي 3 equal 7 minus 5 اللي هي 2 على 2 equal 1. فإذا أنا حسبت ال A اللي هي السلاب، السلاب طلع 1، فإذا بدي أحط عندي الشيء اللي وصلت له لحديت هلا هي إنه D Y equal الشيء اللي بدي أعمله بس محل هيدي ال A بدي أحط الفاليو اللي طلعت معي اللي هي 1، يعني Y equal 1X plus B، يعني Y equal X plus B، أكيد ما في داعي أقول 1X. لأنه x هي 1x. هلا نحن ما خلصنا، نخلص هيدي الإيكويشن، بعد ناقصني شيء واللي هو الـ value of b اللي هي الـ y intercept. ولكن نحن بنعرف إنه دائما لجيب الـ value of the y intercept دائما بعوض نقطة. طيب ما أنا هون معي نقطتين، معي الـ a ومع الـ b، بعوض النقطة اللي بدي إياها اثنيناتهم بدهم يعطوني نفس النتيجة. خلينا نحن فور إكزامبل نعوض الـ a، فإذا substitute a. شو يعني substitute A؟ يعني هيدي ال Y صارت هي ال Y لل A، يعني ال Y لل A اللي هي اللي هي 5، فإذا 5 equal هيدي ال X صارت X لل A اللي هي 3، فإذا 3 plus B. أنا بدي قيمة ال B فبجيبها لعندي فبتصير minus B، لأنه بس نقولها أعطيني ميلي حتصير minus equal 3 minus 5، يعني minus B equal minus 2. بشيل الماينس مع الماينس فإذا فاينالي بي ايكوال 2. عرفت الفاليو للبي، آخر شيء بستنتج إنه الدي صارت الإيكويشن لإله واي ايكوال اكس بلس بي، والبي طلعت معنا 2 يعني الإيكويشن لإله واي ايكوال اكس بلس 2 بهذا الشكل. هيك بنكون جبنا الإيكويشن للستريت لاين بأول طريقة. هلا بدنا نبلش بالرول نمبر 2. الرول نمبر 2 اللي هي كمان رح نشتغلها عن طريق application. بيقول لي for example find the equation of a straight line D parallel. عم بقول لي ان هذا دي parallel to دي برايم، يعني خط تاني اسمه دي برايم، ومع الايكويشن له y equal 2x plus 5 and passing through the point خلينا نسميها b اللي عندها coordinates minus 2 3 بهذا الشكل. فإذا هيدي تاني رول ممكن انسأل عنها، بقول لي جيب لي الإيكويشن لخط اسمه دي، يعني أنا الدي ما معي الإيكويشن لإله، ولكن هذا الدي عم بقول لي بارلل على الدي برايم اللي عنده هاي الإيكويشن ومارق بنقطة بي عندها هاي الكوردينيت. بدي بلش حل، أول شيء بكتبه. طيب هو بالسؤال عم بقول لي إنه الدي بارلل على الدي برايم، وأنا بعرف إنه بس يكونوا بارلل يعني عنده the same slope، فإذا هذا أول شيء بدي أكتبه إنه D is parallel to D prime. Then أو implies the slope لل D اللي هي الـ A لل D equal to the slope of D prime is equal to الـ slope هو المضروب بالـ X اللي هو 2. يعني هلا أنا مسبقا عرفت الـ slope لل D، يعني صارت الـ equation لل D y equal ax. ما هو بالاساس الدي شو الايكويشن لإله؟ الدي الايكويشن لإله y equal ax plus b، بس ما الاي عرفت قيمتها، الاي بعدني عم بقول انه هي طلعت 2،
يعني y equal 2x plus b. هلا بدي بعد الفاليو للبي، ولكن نحن قلنا دائما لجيب الفاليو للبي اللي هي الواي انترسبت بعوض نقطة، النقطة هون هي البي ما في غيرها، فإذا substitute بي. شو يعني substitute بي؟ يعني هيدي الواي صارت الواي للبي، الواي للبي اللي هي 3 وهيدي هي الاكس للبي، فإذا محل هاي الواي بدي احط الواي للبي اللي هي 3 equal هيدي ال 2 بتنزل، الاكس هيدي صارت اكس للبي اللي هي ماينس 2، ولكن اكيد الاشاره بين ال 2 والاكس هي تايمز، فاذا بارنثيسز بلس بي، وكل الشغل الباقي هو شغل كالكوليشن. يعني صار عندي هلا انه 3 equal 2 تايمز ماينس 2 يعني ماينس 4 بلس بي، انا بدي البي فرح جيبها على ميلتي، رح جيبها على تاني ميلة، minus b equal minus 4 minus 3 يعني minus b equal minus 7 وأكيد minus مع minus حيروحوا يعني b equal 7 بهذا الشكل. طيب ما نحن عرفنا الـ a هيدي الـ a وهلأ عرفنا الـ b يعني عرفت الـ equation، فبدي أحط له هلأ إنه الـ equation صارت d 2 points الـ equation هي y equal 2x اللي هي AX plus B اللي هي 7 بهذا الشكل. هيك بكون جبت الإيكويشن للستريت لاين، ستريت لاين على تاني طريقة. هلا بدنا نبلش بتالت طريقة ممكن كمان تنطرح، اللي هي كمان بإذن الله هنحكيها من خلال أبليكيشن. السؤال بيقول لي find the equation of a straight line، كمان رح نسميه دي perpendicular، هونيك كان عم بقول لي parallel، هون perpendicular to d prime، والإكويشن هي لل d prime y equal minus x over 2 plus 5 and is passing through the point C coordinates لإلها 1 and 2 بهذا الشكل. فإذا بهذا السؤال بده إياني جيب الإكويشن للستريت لاين D، ولكن قال لي هون إنه D perpendicular على D prime مش parallel. طيب ما نحن بنعرف رول إنه بس يكونوا خطين perpendicular يعني بس أضرب السلوبس ببعضهم لازم يطلع minus 1، فأنا بدي بلش من هذا الشيء. يعني بدي أقول له انه دي perpendicular to d prime then او implies هذا الحكي بيعطيله انه the slope of d times the slope of d prime is equal to minus 1. هيدي رول بده يكون حافظها والباقي تعويض. طيب السلوب للدي انا ما بعرف هذا الشيء ما بعرف، فحنزلها مثل ما هي يعني a لد تايمز السلوب لد دي برايم يعني هي ال a لد دي برايم. طيب هذا الستريت لاين دي برايم، السلوب هو المضروب بالاكس، طيب مش مبين علي مين مضروب بالاكس، ولكن بالفعل هذه الايكويشن فيني اكتبها هيك y equal minus 1 over 2x plus 5. طيب مين المضروب بالاكس؟ هلا بين المضروب بالاكس هو minus 1 over 2 يعني السلوب للدي برايم هي ماينس 1 اوفر 2، فاذا بهذا الشكل ايكوال ماينس 1. كيف بدنا نكفي حال؟ اكيد السلوب للدي الاي للدي هي اوفر 1 بما انه ما عندها دينومينيتور، بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت، يعني حيصير عندي بهذا الشكل اي للدي تايمز ماينس 1 يعني ماينس اي للدي اوفر 1 تايمز 2 اللي هي 2 equal minus 1، والماينس 1 اكيد فيني احطها على 1، فهلا بشتغل باي كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن رح تعطيني انه minus a لل d times 1 وبضرب اللي فوق مع اللي تحت، فحتصير minus a لل d equal minus 2
وأكيد ماينس وماينس بيروحوا، يعني الـ A لـ D equal to بهذا الشكل. فإذا أنا لحد هلا عرفت الـ slope، الـ slope للـ D prime هي 2. فإذا صار عندي الـ D prime الـ D equation لإله y equal الـ A هي 2، يعني 2x plus b. طيب بدل b شو بعمل؟ بعوض نقطة. substitute بدي اعوض نقطة اللي هي مين النقطة هون؟ اللي هي الـ C. هيدي هي الـ point C اللي هي عندها coordinates 1 and 2. هيدي هي الـ X للـ C وهيدي هي الـ Y للـ C. فإذا الـ X للـ C هي 1 والـ Y للـ C هي 2. فإذا Y صارت Y للـ C اللي هي 2 equal 2، بتنزل مثل ما هي الـ X هي الـ X للـ C اللي هي 1 plus B، والباقي شغل equation مثل ما قلنا. يعني حيصير عندي 2 equal 2 plus B، بجيب الـ B عمايلتي، فتصير minus B equal 2 minus 2. فإذا minus B equal 0، يعني الـ B equal 0، طلعت عندي حالة particular. فإذا finally رح يطلع عندي D الإكويشن Y equal 2X plus 0، لأنه طلعت الـ B 0، يعني Y equal 2X. فإذا أنا بعرف مسبقا إنه هذا الـ straight line is passing through the origin. هيك بكون جبت له الإكويشن بتالت طريقة. هلأ رابع طريقة ممكن ننسأل عنها اللي هي بهذا الشكل، بس يقول لي find the equation of straight line D parallel to y prime o y and passing through the point D اللي عندها coordinates minus 1, 3 بهذا الشكل. لجيب الـ equation لهذا الـ straight line، هذا parallel ولكن parallel مش على يلا خط. parallel على خط مميز اللي هو الـ y prime او y. مثل ما بنعرف نحن انه إذا عندي هذا الـ orthonormal system وهذا الـ x prime او x، الـ x prime او x له equation واللي هي y equal 0. كمان الـ y prime او y له equation واللي هي x equal 0. فبالتالي كل خط parallel على ال y prime او y هتكون الايكويشن اللي له x equal ولكن مش 0، x equal رقم. فهذا الشيء اللي بدي بلش فيه. فبدي اقول انه بالسؤال d هو parallel على ال y prime او y، then الـ D حيكون عنده equation، بما أنه parallel على الـ Y prime أو Y حيكون عنده equation X equal رقم، هذا الرقم بسميه K. مثل ما قلنا هيدي وحدة من الـ particular equation. أكيد أنا لجيب الـ equation هلأ ما في شيء اسمه slope، منا الـ equation هون Y equal AX plus B. لا، لأنه parallel على خط مميز، سواء parallel على الـ X أو parallel على الـ Y. أكيد أنا اللي أجيب الإكويشن بدي أعرف the value of k هلأ، بس بدي أعرف قد ال k. شو بعمل؟ كمان بعوض نقطة. فإذا substitute النقطة اللي معي اللي هي d، يعني هيدي ال x صارت ال x لل d اللي هي minus 1. فإذا minus 1 equal k، أصلا ما احتجتها لل y، لل 3 ما احتجتها، يعني ال k equal minus 1. فإذا لح استنتج انه D عنده equation X equal minus 1 بهذا الشكل فقط. ومثل ما قلنا فوق، بما انه هذه الـ equation هي X equal رقم، معناتها هي parallel على Y prime أو Y بس. هلأ بنوصل للرول number 5 اللي هي تقريبا تشبهها. find the equation of straight line D
ولكن هون parallel على ال x prime x. And passing through the point E and the coordinates 0, 5 بهذا الشكل. أكيد بدي بلش هون بطريقة إنه هذا عم بيقول لي إنه هذا الستريت لاين دي بارلل على الإكس برايم أو إكس. طيب الإكس برايم أو إكس الإيكويشن لإله واي إيكوال 0. إذا خط بارلل على الإكس برايم أو إكس الإيكويشن لإله حتكون واي إيكوال رقم. وهذا الشيء اللي بدي بلش منه، فبدي أقول له إنه دي بارلل على الإكس برايم أو إكس. Then الدي حيكون عنده equation y equal رقم، هذا الرقم بسميه بي اللي هو بالفعل الواي انترسبت. هلا الشيء اللي بدي اعرفه انا بدي اعرف بس قيمة البي، كيف بجيبها؟ substitute a point واللي هي هون e، يعني هيدي الواي صارت الواي للاي اللي هي 5. فاذا 5 equal b يعني b equal 5. فإذا آخر شيء بكون عرفتها للإيكويشن اللي هي إنه الدي صار عنده إيكويشن واللي هي y equal 5. ومثل ما قلنا إنه بس تكون الإيكويشن y equal رقم يعني هو parallel على الـ x prime of x. بدنا ننتبه بس لفكرة صغيرة فينا نكتبها على شكل note. إذا قال لي find the equation of straight line D. ولكن هالمرة مش هيقول لي parallel، هيقول لي perpendicular. Perpendicular for example to x prime or x. And passing through the point G 1 minus 2. بدنا ننتبه لشغله انه بس احكي خط parallel على x prime او x او خط parallel على y prime او y، هون ما بقى بحكي عن شيء اسمه slope وما بحكي عن شيء اسمه y intercept. يعني ما فيني اقول انه هودي perpendicular يعني ضرب slope minus 1، أو ما فيني أقول إنه خط parallel على الواي يعني they have the same slope. هذا الحكي ما بيزبط على الx axis وعلى الy axis. هون for example عم بيقول لي إنه بدك تجيب لي equation لخط اسمه d perpendicular على الx prime أو x. ما فيني أقول إنه slope للd ضرب slope للx prime أو x، لأنه بس احكي x axis وy axis ما عندي slope، ما فيني طبق قاعدة slope. طيب شو بعمل هون؟ إذا هذا straight line perpendicular على x، لو إنه قايل لي parallel على x هيني بقول y equal رقم وبجيب الرقم، بس هون ما عم بيقول لي parallel، عم بيقول لي perpendicular. خلينا نرجع شوي للorthonormal system، رح نعمل sketch. الخط اللي بدي إياه عم بيقول لي إنه هو perpendicular على x prime x، يعني هو تقريبا هيك. طيب إذا هو perpendicular على x prime و x، فإذا هو parallel على y. فإذا هذا الشيء اللي بدي أعوده، بس يقول لي d perpendicular to x prime و x، then d is parallel to y prime و y. بالفعل لي لأن ال x axis وال y axis هن perpendicular. فإذا إذا هو parallel على الواي يعني الدي عنده equation x equal رقم، ولجيب هذا الرقم بعوض point. فإذا substitute point اللي هي g، يعني حيطلع معي بالنتيجة هيدي الاكس بدها تصير 1 equal k، يعني k equal 1. وآخر شيء رح يطلع معي إنه الدي عنده equation x equal 1 بهذا الشكل. نفس الشيء إذا قال لي perpendicular على ال y axis، perpendicular على ال y axis يعني parallel على ال x axis، يعني ال equation اللي له y equal رقم، وبصير بدي حلها مثل ما اشتغلت فوق. هيك بنكون حكينا كل شيء ممكن ينسأل عن ال equation
of a straight line بهودي الخمس طرق. هيك بنكون مرقنا كل الأفكار اللي ممكن تمرق عن equation of the straight line.